عندي احنا وقفنا المره اللي فاتت في الفاينانشال ستيتمنت على الانفستمنت بورتفوليو. الانفستمنت اللي هو محلال القيمه يعني ايه؟ يعني انه عندك اصل او لايبيليتي قيمته في الميزانيه اقل تمام سوري قيمته في السوق اقل من قيمته في الميزانيه في الماركت فاليو بتاعته اقل من قيمته في الميزانيه. فبالتالي ده بيعتبر مسليدنج للمستخدمين القوايم الماليه. لان انت لو انت عندك سوق بمليون جنيه في حقيقه الامر لو حصل افلاس السوق دي هتجيب 600,000 بس. وشرط في الانفيرمنت مش انه يحصل فلكتويشن في الفاليو. لان الفاليو لما بتطلع وبتنزل انت بتعمل فيه فاليو ادجستمنت. لكن لو حصل ديكريس في الفاليو ده بنسميه دراماتيك ديكريس انخفاض جوهري ونوت اكسبكتد تو ريكفر مش متوقع ان انت تطلع فيه تاني يبقى من حقك ان انت تعمل انفيرمنت على طول. احنا كنا دايما في الادجستد في الفاليو كانت بتنزل في الاو سي اي الاذر كومبريهنسيف انكم التغير في قيم الاصول في الميزانيه يعني ايه بالعربي يا التغير في قيم الاصول نتيجه الفرق ما بين القيمه السوقيه والقيمه الدستريه. فالادجستمنت معناها تعديل القيمه السوقيه. يعني الاو سي اي هي التغير لا الاو سي اي نفسها اسمها اذر كومبريهنسيف انكم دخل شامل اخر. فمعناها ارباح اخرى لم تسدد معناها يعني ارباح لم تسدد قيمه الدخل. عشان اصلا هي مش محققه فعليا عشان محققه فعليا بالظبط هي عباره عن ورقيه فمعنى محاسبه. اوكي فكان عندي الارباح والخسائر بتاعه الارتفاع او الانخفاض في القيمه السوقيه بتصدر في الاو سي اي اللي هي ادجستد فير فاليو او فير فاليو ادجستد. لكن لما يحصل امبيرمنت يعني انخفاض انت مش متوقع انه هيرتفع تاني تنزل لوس دايركت لوس على طول في الانكم ستيتمنت مباشره. فدي قالت حضرتك فور ذات انفستمنت Company use impairment test to determine whether it is probable that the investor will be unable to collect all amounts due according to contractual terms. هعمل زيها واحدة واحدة. هنا لما نتكلم على محلال القيمة نتكلم على انخفاض قيمة الأصل. الأصل ده بالنسبة لك هو استثمار في سندات شركة أخرى. يعني أنا شركة هبة اشترت سندات في شركة احمد. طب اشتري سندات في شركه احمد، احمد ده يعتبر ايه؟ يعتبر مقترض هبه مسلفاه. كده ازاي يا جماعه؟ كده كده زي كده؟ ماشي بص ال بص دي الفرقه شويه. حتى ازاي انا ايوه كده انت تمام. ادعي لي بقى. اوكي. فلو حضرتك تأكدت إن القيمة هتنخفض بتاعة القرض اللي أنت مديه لغيرك ده المفروض إن غيرك هيديك فوائد وهيديك المبلغ نفسه في نهاية عمره. فاللي حصل إن أنت شكيت إن الطرف اللي أنت مسلفه الفلوس أو مستثمر فلوسك عنده في صورة إقراض مش هيرجع لك الفلوس زي الخطة اللي كانت مكتوبة في العقد كونتراكشوال تيرم شروط التعاقد مش هيلتزم مش هيقدر يلتزم بشروط التعاقد. وإيه بقى؟ probable يعني احتمال اكتر من 50%. كلمه probable في المعايير معناها اكتر من 50% في درجه تاكد انه مش هيلتزم بالتعاقد. مش هيلتزم مش بمزاج هو المفروض ان التعاقد بيبقى فيه غرامات انما مش هيلتزم غصب عنه مش هيقدر يلتزم فبقى في احتمال انه داخل على افلاس او انه داخل على مشكله. فانا مش هلم المبلغ اللي انا مديهوله او مش هلم الفوائد كما كنت متفق عليها. فانا شكيت في كده ان ايبل تو كولكت عدم قدرتي على التحصيل كل الاماونت ديو كل المبالغ المستحقه وفقا لشروط التعاقد. فابتدي اقول يبقى الفرق اللي هيضيع مني ده لازم يثبت ايه؟ خساره. فبيقول لي ذيس امبيرمنت لوس از كالكوليتد. الاول لازم تحسب الفرق ده قد ايه؟ از ديفرنس بتوين كارينج اماونت بلس اكرود انترست. كارينج اماونت القيمه اللي في الدفتر زائد اي فوائد مستحقه يعني اي فلوس ليك لحد النهارده اند اكسبكتد فيوتشر كاش فلو والمتوقع تاخده من المبلغ ده. يعني انت ليك عنده 2 مليون جنيه اصل القرض و 400,000 فوائد لحد دلوقتي يبقى ليا عنده 2 مليون و400. من المتوقع ان هم يجيبوا لي كام؟ 2,300. حلو؟ طب اقول ده ناقص ده؟ قال لك لا ده ال 2,300 دول هيجوا في المستقبل. انت عايز تشوفهم يسووا كام النهارده؟ يبقى تعمل لهم ايه؟ ديسكاونت. تجيب لهم بريزنت فاليو. ده ال 2,300 دول هتحكمهم على كام سنه؟ يسووا كام بقى النهارده تعمل لهم بريزنت فاليو؟ يبقى فيوتشر كاش فلو ديسكاونتد.
at the investment historical effective interest rate وفقا لسعر الفايده اللي انت بتستخدمه في الدفاتر بتاعتك. تعالوا نشوف example. في ديسمبر my who company has a debt investment in مش عارفه بيو جروب purchase at par for 200,000. The investment has a term of 4 years. The annual interest payment كان 10% paid at the end of each year. والإفكتيف انترست هيبقى بالنسبة لك كام؟ ليه؟ لأن هي إيه؟ بار. بار فاليو يبقى معدل فايدتك هي اليلد هو معدل فايدة السوق. مفيش فرق ما بيني وما بين أي قروض تانية في السوق. بار القيمة الإسمية. اللي هي مكتوبة على الورقة. مش احنا قلنا بيبقى في حاجه اسمها بريميوم او ديسكاونت. البريميوم والديسكاونت هو عباره عن القيمه اللي انت دفعتها مقارنه بالبار. انت دفعت اكتر من اللي مكتوب في التعاقد ولا اقل؟ اللي مكتوب في التعاقد ده او مطبوع على السند هو البار فاليو القيمه الاسميه. معلش يا البار فاليو هي الفيس فاليو؟ هي الفيس فاليو بالظبط. بس ايه الفرق بينهم لغويا؟ ولا حاجة. زي ما بتقول بريفير ستوك وبريفرنس ستوك فده مسمى. في الامريكان بوك بيكتبوا فيس فاليو عشان يحتسب على الفيس عشان بتبقى مطبوعه على السند. تمام. برضه هي القيمه الاسميه هي واحده بالظبط. عارف كانك في العربي بتقول البار هي القيمه الاسميه والفيس هي القيمه المطبوعه فهي فبتتكلم على نفس الرقم. فطلع هنا الفايده بتاعتي 10% والفايده بتاعت السوق 10% فيبقى انا هسلفك ال 100 ب 100 عادي الجنيه بجنيه. لكن لو الفايده بتاعتي 10 والفايده بتاعت السوق 12 لا انا هسلفك اقل لان انا هاخد فايده اقل فبالتالي هسلفك ديسكاونت فيبقى ماضيين على تعاقد ب 100 بس هديك 950. طب لو الفايده 12 والسوق هو ال 10 لا يبقى انا احسن يبقى ساعتها ببريميوم هاخد منك 1200 بس همضيك على 1000 بس. عليكم السلام ازيك الحمد لله على السلامه. احنا لسه واخدين حالنا. تمام؟ طيب هنا ايه اللي حصل في الاخر؟ قال لحضرتك ادي الكاش فلو اللي انت متوقعه او المفروض ده الكونتراكشر اللي مكتوب في التعاقد 20 10% من 200,000 يبقى 20 20 20 فوائد كل سنه واخر سنه لازم تسترد ال 200,000 اللي انت مسلفهم له يبقى اخر سنه هتاخد ال 200 وال 20 الفايده. لكن اللي حصل بقى ان انت متوقع ان الراجل ما يديتش فوائد 20,000 فهو مش هيقدر يدفع اكتر من 16,000 فيبقى 16 16 16 يبقى معنى كده ان من المتوقع انه يحصل لك خساره 4000 جنيه كل سنه. ال 4000 جنيه دي بقى هي حجم الخساره ما بين الكونتراكشر اجريمنت والاكسبكتد كاش فلو. بس هي دي الخساره اللي هتتأيد؟ لا احنا اخر سطر هنا كان بيقول ايه؟ ادي الاكرو اكسبكتد فيوتشر ديسكاونتد. يبقى لازم نروح هنا الفيوتشر لوس ده يتعمل له ايه؟ قال لك اول حاجه انت هيجي لك ايه؟ هيجي لك 200,000 كمان 5 سنين اللي هم ال 200 دول. مظبوط. يبقى تتضرب في كشف الجدول بتاع 5 سنين و10%. ماشي. ال 200,000 دول اللي هيجوا كمان 5 سنين يسووا النهارده 136,000. طيب وهيجي لك 16,000 كل سنه، ال 16,000 دول هيجوا على 4 سنين. كل سنه 4 سنين كشف الجدول عند 10% و4 سنين تراكمي اللي بنسميه بي في اي اف اي انيوتي. والاو دي معناها اوردينري، اوردينري انيوتي يعني دفعه عاديه، دفعه عاديه يعني بتيجي في اخر السنه متاخره. تمام؟ في حاجه اسمها انيوتي ديو، ديو يعني مستحقه مقدما، الدفع مقدم، لكن اوردينري يعني في الاخر، والعادي معظم التعاملات العاديه ان انت بتدفع في الاخر. لان هي فوائد فلازم المبلغ يقعد عشان تحصل فوائد، فبمرور الوقت. فيطلع اجمالي الدفعات ال 16 دول يتضربوا في كشف الجدول تلاقيهم يساووا النهارده 50,000 اللي هم ال 64,000 من الاخر يسووا النهارده 50,000. يبقى اجمالي المديونيه بدل ما تبقى 264 ال 200 عملت 136 وال 64 عملت 50 يبقى كله عمل 187. يبقى انت ليك عندهم 200 بعد 5 سنين هتحصلهم 187 يبقى حضرتك خسران كام؟ 10,000 12
نقوم رايحين بمنتهى البساطة بقى عاملين قدر خسارة. قدر الخسارة بيقول لي هتقلل ثمن الانفستمنت ده ب 12,680 لأنه ال 200,000 دول مكتوبين انفستمنت في جانب الأصول ده استثمار، نقوم مقللينه ب 12,680 وثابتين خسارة دايركت مباشرة في الانكم ستيتمنت. تمام ماشي كده يظهر عندك اقل اللي هيظهر عندك ب 187 في 120. ده كاري امونت للسنين اللي بعد كده، برافو عليك، ده الاساس اللي همشي عليه. طيب بيقول لي بقى مثلا ان الراجل ده حد جه وقف جنبه واداله فلوس وشركته زهزهت فابتدى يرد لك الفلوس عادي بعد ما سببت الخساره، بعد ما سببت الخساره هتسبب اغطي الخساره بعد كده. الاول لازم تلغي، برافو عليك، تلغي الخساره اللي انت كنت عاملها. فقال لك بقى اف اللي بنسميها ريكفري اوف امبيرمنت لوس، if subsequently the impairment loss decrease، لو الخسارة دي قلت، some or all of previous recognized impairment loss shall be reversed. لازم تعكسها، الخسارة اللي كنت عاملها تلغي. طب الغيها ازاي؟ قال لك تعمل القيد، تعكس القيد، بدل ما كان credit debt investment هتخليها debit debt investment، وcredit recovery impairment loss، يبقى كأنك قفلتها عكستها. بس قال لك الريفرسل للامبيرمنت لوس مشروط، يعني ما بقدرش اخد، انا كنت عامله هنا امبيرمنت لوس 12,060 ما اقدرش اقلبهم كلهم. دكتور هو مش شرط من شروط الامبيرمنت اصلا اللي هو المتاكدين اللي هو حاصل له ديكريز ومش متاكد إن عن المستقبل، فمفيش حاجه اسمها متاكد عن المستقبل. فقال لك بروبابل، بروبابل يعني درجه تاكدك محتمله بنسبه اكتر من 50%، مور ذان اور ايكوال 50. تمام، فاذا وارد قوي ان يبقى في 50 ثانيه تحصل. اوكي، فعشان كده بيقول لك لو حصل بقى والدنيا اتقلبت لو سمحت الغي القيد اللي انت كنت ثابته ده، بس هتلغيه بنفس المقدار؟ قال لك لا، هتلغيه بالمقدار اللي يرجع كل حاجه على طبيعتها كما لو ان انا ما كنتش عملت لص. بمعنى انت لو ما كنتش عملت لص كانت الحاجه ام 1000 جنيه هيحصل لها، انت عملت لها لص نزلتها 700، بس الحاجه ام 1000 جنيه دي كان المفروض يتعمل لها اهلاك تنزل ل 800. فانا لما عملت لها لص نزلتها ل 700، تاني سنه لو اكتشفت ان لا ده انا مش هخسر، ده العمليه الخساره بتنعكس، ما تقدرش ترفعها عن ال 800 اللي هو كان الوضع الطبيعي اللي هتوصل له من غير ما كنت تثبت الخساره. ترجعها، ترجع الايتم او البند او العنصر اللي في الميزانيه لوضعه الطبيعي اللي كان هيوصل له بمرور الوقت لو ما كنتش انت اثبتت الخساره. يعني هنا ما تقدرش اعلي عن ال 12,000؟ مش ممكن، حتى لو هو بره اعلى من ال 12,000. يعني ما ينفعش اثبتها في 14 فيبقى في ريفيو؟ لا ما فيش بقى الكلام ده، انت اخرك ترجع ال 12 بس. وبعدين بقى لو هي بره اكتر ترجع تعمل ريفاليو ادجستمنت، كانت تشتغل في الفاليو ادجستمنت عادي بقى. تعمل وترفعها وكده، ويبقى انت بتتعالج مع الاو سي اي وبتعمل الموديل بتاع الفير فاليو ادجستمنت. احنا الاول بنتكلم على انرجي امبيرمنت. ريفرسال امبيرمنت لوس شال نوت ريزلت ان كارينج اماونت اوف انفستمنت ذات اكزيد ذا امورتايزد كوست ذات وود هاف بين ريبورتد هاد ذا امبيرمنت نوت بي ريكوجنايزد. مش ممكن تزيد عن القيمه الدفتريه بتاعتها اللي كانت ممكن توصل لها لو ما كناش ثبتنا الامبر. Thank you.
according to the percentage اللي هي من 20 من 0 ل 20 ومن 20 ل 50 اقل من 20 لازم تعملها بال في فاليو ايه بقى اقل من 20 انا الايكويتي بتاعتك الشير بتاعتك في الشركه او الانفستمنت بتاعك يعني انا شركه ايه وفي شركة بي بالظبط راح اشتري اسهم منها لو اقل من يعني less than 20 هيبقى بالفير فاليو لازم ايه بقى اللي هي بالفير فاليو ده انا اقيس التكوسه بتاعتي بالظبط ولو لحد 50 ما كنتش فاكر مش فاكر 20 من 50 كانت ايه من 20 لحد 50 بقى وبعد كده من 20 لحد 50 هتبقى بالايكويتي ومن فوق ال 50 ايكويتي زي الكونسيليشن صح كده؟ ايوه صح شكلها زي صح ايه فاكيزم؟ ده ممكن اتجرى كده بطريقة الشغل هتنزل ايه؟ بطريقة الشغل بس التقالي هنزل الشغل هتنزل هتنزل جميل بصور تعبيت يا شغل ظبط شو ده انا شفت البيت؟ شغل يا عم
ماشي معلش عشان مصطفى كان في الشارع بس. طيب بيقول لي خلاص بقى لو هتعمل ترانسفيرنج بين الكاتيجوري هتنقل من كاتيجوري لكاتيجوري. يعني ايه يا فندم؟ يعني من الهيلث فور كوليكشن للتريدنج او النون تريدنج قبلها فور سيل. الحاجات دي لو هتنقل من هنا لهنا من فكره ان انت هتحتفظ بقرض مدى الحياه او لحد ما لا انا هخليه عشان اقدر اضارب بيه في البورصه. فلو هتغير الكاتيجوري بتاعته اللي بنسميها البيزنس موديل طريقه تفكير الاداره في معالجه الاستثمار ده يبقى لازم تعمل كالاتي: ترانسفير ان انفستمنت فروم وان كلاسيفيكيشن تو انذر شود اوكور اونلي وين بزنس موديل فور مانجينج ذا انفستمنت تشينج. لما دماغ الاداره تتغير. Yes, we expected such change to be rare. مش من المتوقع ان ده يتغير كتير. Company accounting for transfer between classification retrospectively. Retrospectively يعني بأثر مستقبلي مش ريترو مش بأثر رجعي. بأثر مستقبلي. يعني من النهاردة واحنا ماشيين. At the beginning of accounting period after the change in business model. من بداية الفترة اللي حصل فيها التغيير. ودي الكاتيجوريز بتاعتنا بقى اللي احنا كنا متفقين عليها. لو انت هتشتري سندات في شركات اخرى تشتري سندات يعني ايه؟ يعني تسلف حد ويكتب لك الكمبيال اللي هي اسمها السند هتصنفها يا اما هيلد فور كوليكشن لو البيزنس موديل بتاعك يعني خطه الاداره ان انت تحافظ السندات دي حتى تاريخ الاستحقاق يبقى انت مسلف حد بعينه فمستني ما تاخد الفلوس منه يبقى في الحاله دي هتعمل امورتايزنج كوست تمام؟ وبتتكتب كارنت او نون كارنت على حسب مده الكارنت وبتاخد ايه من ورا الكارنت ده بتاخد فوائد وتظبط في الانترست ريفينيو في الانكم ستيتمنت. لكن لو دي لا تمثل هيلث تو ماتيورتي او يعني ما فيهاش فكره ان انا هفضل مسلفاك لحد ما تنتهي السلفيه وتنتهي المعامله لا ده انا ممكن ابيع السلفيه دي في البورصه في اي وقت اللي بنقول عليها تريدنج يبقى في الحاله دي لازم تظبط كفير فاليو وبالنسبه لك تبقى كارنت اسيتس. لانه حتى لو سند مديونيه عمرها 10 سنين بس انت شاريها عشان سعرها رخيص والبحر لما سعرها يغلى فتكسب فهي مش هتقعد معاك اكتر من سنه المفروض فتبقى كارنت واي انترست هتاخدها من وراها طبيعي لازم تدخل قائمه الدفع تمام. بس بما انها في فير فاليو يبقى هتقيم من فتره زمنيه من تاريخ اغلاق ميزانيه لتاريخ اخر لو كل 3 شهور هتقيمها بسعر السوق. فلو انت كنت مسلف حد 1000 جنيه والسلفيه دي تسوى في السوق النهارده 1100 يبقى لازم ترفعها ل 1100. ال 100 دي بنسميها فير فاليو ادجستمنت تعديل القيمه السوقيه. التعديل ده حضرتك بتنزله على طول قائمه الايه؟ الدفع. لا قائمه الدفع انكلودد ان انكم انريلايزد هولد جين اور لوس بنسميه ارباح غير حقيقيه ارباح ورقيه. انريلايزد هولد جين اور لوس راح فين؟ في الانكم. ما عنديش حضرتك حقوس اي غير حاجه واحده هنشوفها بعد كده. لا انا مش هشتري بعمل حاجه اسمها فير فاليو اوبشن. في الفاليو اوبشن ان انا يبقى شاري اوبشن اللي هي الدريفاتيف اللي احنا هنتكلم فيها كمان شويه. ففي الفاليو اوبشن ده بتبقى كارنت او نون كارنت على حسب المده بتاع التعاقد بالفير فاليو وكله بيتكتب فين؟ في بالظبط في الانكم ستيتمنت. الكارنت ده مخصص لكل السوق اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. كل اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. لان بعد كده هندخل دريفاتيف هندخل بقى الفكره بتاعت الاوبشن دريفاتيف. ايكويتي انفستمنت. ايكويتي يعني هتستثمر في شراء اسهم. لو اشتريت اسهم اقل من 20% في شركه يبقى حصتك في الشركه الجديده دي حصه بسيطه فدي بتستخدم تريدنج المضاربه في البورصه وتثبت بالفير فاليو وبتبقى كارنت اسيت وبتاخد من وراها ديفيدنس بتدخل في الريفينيو وادام فير فاليو يبقى هتعمل ارياليز جين اور لوس وكده كده يدخل قائمه برده الدخل. doesn't meet contractual cash flow test holding less than 20% يعني حضرتك هولدنج 20% اقل من 20% بس مش ناوي تبيع. دي اللي كنا بنقول عليها افيلابل فور سيل في المعيار الامريكي ان احنا متاحه لغرض البيع لكن مش هبيع. فدي تثبت بالفير فاليو بس بالنسبه لك تبقى لونج تيرم انفستمنت. في لا فيكسد مش فيكسد. الفيكسد هي الاصول الثابته هتبقى لونج تيرم لونج تيرم انفستمنت يبقى في لونج تيرم اسيت تمام. حلو قوي التفصيل ده اللي فيه. ايوه ده صح. والديفيدنت بتاعتها هتتكتب عادي في قائمه الدفع مفيش مشكله. والارياليزد جين اور لوس بتاعتها يروح فين؟ او سي ار. هي دي الحاجه اللي هتدخل معايا او سي ار ان انا يبقى عندي اسهم محتفظه بيها لما تزيد لا هي تمثل نسبه ملكيه عاليه ولا هي لغرض الايجار.
طيب جريتر ذان 20% لو اكتر من 20% يبقى هعمل ايه؟ لا بالإكويتي تبقى investment recorded with cost وكل شوية اعدلها بنصيبي في الانكم واللوس. طيب واي ديفيدنت اخدها لا تدخلش في الريفيو. لو اقل من 20 مثلا 50 تمام من 20 ل 50 اللي احنا كنا بنقول عليها ايه؟ ايكويتي ميثود. الايكويتي ميثود دي انا شريكه في شركه فلما الشركه تكسب اثبت مكسبي، لما الشركه تخسر اثبت حصتي في الخساره، طب لما الشركه توزع اثبت استردادي للفلوس ان انا خدت منهم فلوس كان ليا عندهم فلوس وادوها لي لكن ما دخلهاش قايمه الدخل. قلت ممكن اول واحده بس احس الادفرتايزمنت كوست التكلفه ان لما يبقى عندك سندات كنت بتعملها بالمونتايزيشن كوست اللي هي الحته بتاعت ان انت عندك قرض، القرض ده اصلا انت مسلف واحد المفروض يا فندم ان انت اديته 92,278 بس هو وقت الجد هيرد لك 100,000 يعني هو واضي لك على كونتراكشن اجريمنت ب 100,000. ليه عمل كده؟ لانه الفايده بتاعه 8% وفايده السوق كام؟ 10%. يعني انا بقول يا عم انا لو حطيت فلوسي في اي حته في السوق هاخد 10% احطها عندك اسلفها لك وتديني 8% ايه؟ فانا مش هسلفك 100,000 انا هسلفك اقل لان فايدته اقل من فايده السوق فهسلفه اقل هسلفه 92 بس همضيه على تمبيالة تاني ويبقى الفرق اللي خدته في السعر ده هو ضعوني للفرق اللي 2% اللي انا بحكي لك تمام؟ ربا ربا صرف طبعا. طيب فلما جينا هنا قال لك انا ثبتت ان انا مستثمر ب 92,000 بس الراجل بعد خمس سنين هيديني 100 هسدهم ازاي؟ هقفل القيد ازاي؟ فقال عشان ما يبانش انه ربا فالفرق ده يتقفل ارباح فده هيبان انه ربا بجد فلا عشان ما يحصلش كده قال لك انا هعمل ايه؟ انا كل سنه هزود المديونيه دي بحته كل سنه ازود المديونيه بحته بحيث بعد خمس سنين تبقى اجمالي المديونيه 100 فلما هو يجي يسدد لي 100 انا خدت حقي انا خدت حقي بالظبط. طب تعمل اللعبه دي ازاي؟ بتعمل اللعبه بطريقه اسمها افكتيف انترست ميثود طريقه سعر الفايده الفعال. طريقه سعر الفايده دي بتقول ان انت بتاخد بتحسب حسبتين بتحسب حاجه اسمها كاش ريسيفت انت بتاخد فلوس قد ايه؟ ده في العقد اللي انت هتاخده هو المكتوب في العقد اللي هو 10% من المديونيه ال 100,000 او اسفه 8% من المديونيه 8% من المديونيه ب 8,000 مرتين في السنه لان نص سنوي يبقى 4 يبقى ده المبلغ اللي هاخده كاش فدي اللي بنسميها ريسيفبل او ريسيف. لكن لما تيجي تكتب ايراد هتحسب بقى الايراد بقى الله انا عايز اكتب الايرادات انا فلوسي كام؟ انا فلوسي 92,000 المفروض اخد عليهم 10% فوائد 10% فوائد في نص سنه يعني 5% فال 92,000 في 5% يجيب 4,600 هو اداني 4 يبقى لسه ليه عنده 600 ما جابهمش هو اداني 4 يعني انا احسب كإيرادي انا ب 10 انا بحسب الايراد زي ما يكون انا لو كنت حطيت فلوسي بره كانوا هيجي لي كام؟ هيجي لي 10 حلو قوي تمام وهو هيديني الجد على الحسبه اللي في التعاقد تعال 8 فانا حاسبه ان انا خدت كاش 4,000 بس انا ليا في حسبتي اللي ترضي ربنا 4,600 هو اداني 4 ولسه ليا 600 عنده اعلي ال 600 على المديونيه فتبقى المديونيه عالية ب 600 تاني سنه انا كده بقيت مسلفاه ال 92,200 وال 600 اللي سايباهم له ليا عنده فيهم 5% يبقى المفروض اخد 4,645 هو اداني 4 بس يبقى ليا 645 يبقى الفرق ده اعليه على المديونيه يبقى بقالي عنده 93 وهكذا افضل ماشي دفعه ورا الثانيه ورا الثالثه هو بيديني رقم ثابت ما فيهوش فصال لان ده اللي مكتوب في العقد وانا لما بحسب بحسب على الحسبه كما لو اني فلوسي محطوطه في البنك وبتاخد فوائدها هو بقى الدنيا اقل من الحسبه ايوه
لا ما تعديش المية، هي بتقف على المية، هي الحسبة معمولة عشان تقف على المية. فأنا بحسب أنا كان مفروض أخد كام وباخد كام بجد، والفرق يحط إيه أمورتايزيشن يتعلى على المدى. دي طريقة لا الأمورتايزيشن ماشي. فيها مشكلة في الطريقة دي؟ طب لو بريميوم بقى ده ديسكاونت، لو بريميوم كانت هتبقى دي 1,200,000 أو 120,000 بدل 100,000 كانت هتبقى 120,000. كان العكس بقى، كان هو هيديني 4,600 وأنا ليه 4 بس، يبقى الراجل مرجعني 600 جنيه، يبقى من 120,000 أشيل 600 جنيه لحد ما توصل 100. لازم توصل زي العقد ماشي. أوكي نرجع بقى مكان موقفنا. عندي ابداع قادم بقى اسمه ايه؟ الاول انت لسه عايز حاجه من دي؟ من دي؟ فين؟ ها عايز حاجه من دي تاني؟ هو قلت لي اريح حاجه خلاص؟ اهي حته الامورتايزد كوست دي، اهي الامورتايزد كوست ولا حاجه. بيقول لك ان انت لو شاري كان بيتعمل بالايكويتي ميثود، ان انت تبقى شاري اسهم ايكويتي ميثود، اسهم مش سندات. الامورتايزد دي سندات مديونيات، ايكويتي ميثود ان انت شاري اسهم في شركه ثانيه وحصه ملكيتك في الشركه الثانيه دي اكتر من 20%. يبقى معنى كده ان انت ابتديت تبقى شريك، فيبقى اسمها طريقه حقوق الملكيه. هندخل على حاجه اسمها ايه بقى؟ ديريفاتيف. المشتقات. ايه بقى فكره المشتقات دي؟ قبل ما نبص على الماتيريال تعالوا احنا نشرحها. انا طبعا بشرحها ايه بس بحاجه ثانيه. الفكره بتاعت المشتقات بتاعت الديريفاتيف تعرفها بيقول لي ايه؟ ده العقد اللي بيدرايف اتس فاليو فروم انذر اندرلاينج اسيتس او انذر اسيتس. الاسيتس ده ممكن يبقى كرنسي، ممكن يبقى سكيورتيز، ممكن يبقى كوميديتي، اي حاجه. يعني ايه برضه كده؟ يعني انا و انا ومحمد زيد وماشي، انا وزيد وانت بالظبط. طب هو زيد وانت بالظبط؟ لا عشان انا فرحت انا لو فرطت حلوه دي. لا فرحت بس ماشي. المهم ايه؟ انا وزيزو اتراهنا على عربيه الجزار. حلو. الجزار عنده عربيه راكنها بره بنت كلب لذيذه فظيعه يعني. فقلت له دي العربيه دي تعدي 100,000. قال لي لا لا تعدي 100,000 ايه؟ ده عيل كسر يا معلم. تعالى 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 ما تجيبش تعالى. فقلت له خلاص نتراهن. قال لي انا مش عارف. طيب فنجيب مين؟ محمود. بنسى محمود حقك على فنجيب محمود. قلت له بص يا محمود اغسل لي العربية. فمحمود راح واقف كده بقول لك العربية دي معدية لل 100,000. قلت له أي معنى تعمل كام؟ قال لي تعمل 105. قلت بس أنا اللي كسبت الرهان، لأن أنا كنت بقول معدية 100 والتاني بيقول لي لا مش هتعدي 80، فيبقى أنا اللي كسبت الرهان. فجيت قلت له يا عم بص أنا كسبت الرهان، هاتها بقى ب 100. بيقول لي مالها إيه مش بتاعتنا؟ أقول له ماليش دعوة، أنا أنت قايل لي إنها مش هتعدي 100 وأنا اللي كسبت الرهان، هات العربية. يا ستي العربية مش، قلت له خلاص هات ال 5,000. طب هو 100 اكتر من 100 وهو قال لي تسوى 105، يعني انا اللي كسبانه فانا ايه الفرق؟ اديني 5,000. يقول لي لا مش هديكي حاجه الرهان حرام. ودخل بقى على الجزار الحق بص هبه بتشتغلنا ومش عارفه ايه وجايه مقلبانا بفلوس هبه وكده. فالجزار بقى راح مدور فينا احنا الاثنين بقى، انتوا هبل ولا ايه؟ انتوا مالكم مع عربيتي وجايبين كمان ده محمود يفصلها وانتوا مش يا عم مالكوش دعوه بيا وماليش دعوه بالاثبات راسك بتاعتكم الاثنين. احنا ما نقدرش ندفعه حاجه، ما هوش دعوه. والرهان ما بيني وما بين زيزو، وانا وزيزو العربيه مش بتاعتنا اصلا، واللي جبناه يفصلها ملوش دعوه بالحكايه دي خالص. حلو حلو الكلام. قال لك اللي احنا عملناه انا وزيزو ده هو الديريفاتيف، هو عقد المشتقات اللي الناس عماله تلعب بيه على مستوى العالم.
الفكرة انه في طرف بايع وطرف مشتري او واحد بيراهن ان حاجة هتعلى والتاني لازم counter expectation لازم يراهن عكسي انه ايه انه الحاجة هتنزل ويقوموا عاديين قدام بعض والحاجة مش بعيد هما الاثنين اي حاجة بقى معدية في الشارع انت بتشوف كده لما بتبقى في بنت حلوه وتلاقيها ولا تاني تراهن عليها هي لا تعرف ده ولا تعرف ده نفس القصه عربيه معديه تراهننا سهم سمعنا عنه تراهننا دولار عمالين نسمع بيبيعها وينزل تراهننا على سعره بقره اللي هم المواشي تراهننا على سعرها في العيد هتتغير بكام ادام حاجه الذهب ادام حاجه ليها سعر ليها سوق بتقدر تعرف منه السعر بتاعها السعر العادي بتاعها يبقى ينفع تتراهن عليه زي الازمه بتاعت امريكا اللي هي القلوب السمو الرايز ماركت اوبليجيشن هي دي احد الفاينانشال انسترومنت الجديده اللي طلعت فوقعت الدنيا لان هي بتاعت ناس عماله تبيع قروض دي بقى سكيورتيزيشن مش دريفاتيف الفاينانشال انسترومنت الجديده طلعت بشقين عملوا دريفاتيف وعملوا سكيورتيزيشن توريق يعني بيع مديونيات كانت لا تباع تمام هي دي اللي وقعت الرهون بتاعت البيوت لما اتباعت وقعت السوق والوش الاخر بتاعها هو الدريفيتيف هو المستقبل فكده مكسب حضرتك وزوجك في الموضوع ده في الرهان في الرهان زي البيع قمار هي قمار انا بلعب قمار فمكسبي ايه؟ انها يا صامت يا خالد وانا ببقى عارفه ان هو هتسيب عندي وهو قاعد ماسك الورق ويقول انا اللي هكسب انا هتيجي معايا البنت المره دي حلو يا اما واللي بيطلع خسران مش هيقدر يتكلم لانه قعد بمزاجه على الترابيزه محدش قعدله فهي نفس القصه فهي دي الدريفاتيف فقال لك الدريفاتيف هي عقود بتشتق قيمتها من قيمه اصل اخر الطرفين قالوا يبقى بنسميه اندرلاينج اسيتس الاصل متعاقد عليه وبنتراهن على ايه؟ على تشنج في البرايس على تغير قيمته واحد بيقول هتعلى واحد بيقول هتنزل الدريفاتيف دي ليها شغلتين يا اما ناس بتضارب اللي هي فعلا بتلعب قمار في البورصه قمار دول مع ناس سبيكيوليتيف الناس المضاربين بالظبط هي عايزه الفكره لنفسها وبتلعب على فرق سعر وقاعده بقى طول النهار بتراهن ودول بيقولوا عليهم سوفيستيكيتد انفستور لازم يبقى مستثمر متخصص قوي فاهم قوي لان دي ممكن خسارتها تعوير يعني والطرف الثاني اللي ممكن يستخدم الدريفاتيف في الاستخدام اللي هي اصلا انشات عشانه هو الهيدجنج تغطيه المخاطر يبقى الهيدجنج مش اداه الهيدجنج اسلوب استخدام الادوات تمام فاسلوب الهيدجنج اسلوب تغطيه المخاطر هو ان انا استخدم اداه زي دي عشان اغطي مخاطر طيب هي اصلا الادوات دي شكلها ايه الادوات دي بقى عباره عن نوعين من العقود في عقود بتبقى في الاورجنايزد ماركت في الاسواق المنظمه يعني تدخل البورصه تروح تشتري من البورصه وتبيع البورصه والطرف الثاني بالنسبه لك بيبقى البورصه مش بني ادم تمام وفي عقود بتبقى اوفر ذا كاونتر عبر المنتدى عبر المنتدى يعني كاستمايز بتبقى بين طرفين بره البورصه بالظبط الاورجنايزد اللي احنا بنقول عليها ستاندردايزد نمطيه لان ده عقد مطبوع في البورصه والبورصه اللي حددها مواصفاته في منها عقود الاوبشن كونتراكت وفي عقود الفيوتشر كونتراكت عقود المستقبليات وعقود الاختيارات او الخيارات الاوفر ذا كاونتر في منها الفورورد والسواب المبادلات والفورورد الاجله الفورورد هو الفيوتشر بس ده واحد فيهم بيتباع في البورصه يعني انت بايع من البورصه او انت شاري من البورصه لكن الفورورد انت بايع لمحمود ومحمود شال منه احنا عارفين بعض طيب الفكرة ايه؟ الفكرة ان في الاوبشن ليه نسميه اوبشن؟ اوبشن يعني حق اختيار فانت عندك حق ان انت تقول اشتري او ما اشتريش تمام؟ فبالتالي بتعمل تعاقد انا عملت انا وزيزو انا خايفة ان سعر السهم يعلى فقلت له زيزو بقول لك ايه انا هاخد منك سهم الشركة بتاعتكم دي كمان شهر ب 30 جنيه قول لي موبايل يقول لك ده انت هبل 30 جنيه قلت له اه بس بص بقى انا هدخل معاك اوبشن يقول لي يعني ايه اوبشن اقول له يعني مزاجي لو السعر عالي عن 30 هاخده منك ب 30 وابيع انا واكسب في السوق هاخده منك ب 30 واكسب لكن لو السعر على اقل من 30 مش هاخد منك حاجه انا هنزل اجيبه من البورصه ارخص
يقول لي يا سلام يا دكتور ما وصلش 30 اه ما انا هاخد منهم 30 فلو السعر في السوق 25 هاخد منهم 30 ليه؟ اقول له لا انا هنزل اروح السوق تمام؟ يقول لي يا سلام يعني انت تنفذي لما تكوني كسبانه ايوه ورا لا اه اقول له هو كده يقول لي خلاص هو كده هو كده يبقى ده عقد الاوبشن تمام يبقى عقد الاوبشن ليه طرفين في واحد باير شاري الاوبشن يعني شاري حق ان يقول اه ولا لا ده معاه رايت وفي واحد سيلر بايع حقه بايع حقه يعني ما يقولش حاجه ده عنده اوبليجيشن ملزم ينفذ اللي انا هقول له عليه بس مقابل انه ملزم يتقطع من رقبته يبقى راجل عمره هيكسب يدخل العقد ليه؟ فقال لك بقى ده بيدفع له الباير بيدفع للاوبليجيتور ده او اللي احنا بنسميه الرايتر اللي هو مضى بالموافقه بيدفع له حاجه اسمها بريميوم مكافئه العقد يقول لي اوكي انا هاخد منك دولار على السهم النهارده اقول له ماشي 100 سهم يبقى خد 100 دولار وبعد شهر لو سعر السهم عالي هاخد منه ال 30 لو سعر السهم وطي هقول له لا مش عايزه ويبقى هو خسر الايه؟ البريميوم ال 100 دولار دول تمام طيب افرض انه لا هو خسر فلو خسر يعني لو سعر السهم بقى 40 دولار وانا خدت منه ال 30 ماشي يبقى هو ممكن يبقى خسران كده بتاع 900 جنيه او 900 دولار واخد بريميوم ب 100 وخسران 1000 فيبقى الصافي 900 فقال لك طيب الفكره برده مش كده الفكره ان هو ناصح هو ما راهنش هبه بس هو راهن هبه و20 واحده كمان مع هبه فلم بريميوم 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 فبلغ مجمع مبلغ في الشهر ده خده شغله اكيد مش هيخسر في كل الرهانات دي فالرهانات اللي هتخسر هيسددها من فوائد تشغيل المبلغ الكبير اللي لمه هو برضه دماغ مش ده موضوع سيدي ده طلع مش سهل اه ده مليت ولا مليت فدي فالفكره عامله زي قانون القصر العدديه اللي هو بتاع ايه بتاع شركات التامين خدت مننا 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 صوت وقالت لك لو ورانا حاجه انا هعوضك تمام ف وهي متاكده لمت من 1000 واحد هيجرى كام واحد 10 20 100 يا عم وخلي بالك بياخد الفلوس مقدم مظبوط ويشغلها ففوائدها نبقى ندفع منها حلو طيب انا اشتريت منه حق ان انا اعمل ايه؟ انا اشتريت حق اشتريت حق ان انا اعمل ايه؟ قال لك الحق ده ممكن يبقى له شكلين يا بتشتري حق الكول يا بتشتري حق البوت عشان كده في حاجه اسمها كول اوبشن وحاجه اسمها بوت اوبشن. كول ان انت تشتري مني بوت ان انت تبيعني. فاجي اقول له زيدو انا هشتري منك السهم يبقى ده كول اوبشن زيدو بص كمان شهر انا هديك السهم ب 30 جنيه. ولو طلع في السوق اغلى من 30 جنيه مش هديني هديه بره قول لي ماشي انت هبل هاتي 3 جنيه وتسرقهم شوفي بقى هتعمل ايه ياخد 3 جنيه ويجنن مبوق خلاص ويسيبها هبه بقى مع نفسها كمان شويه فيبقى هبه قالت له انا هديك يبقى بوت انا هاخد منك يبقى كول يبقى انا في الاوبشن كونتراكت بشتري حق البيع او بشتري حق الشراء تمام بس في الاخر انا بشتري حق اني اقول اه او لا ولما يجي الاتفاق انفذ او ما انفذش مقابل ان انا بدفع بريميوم عايز اشتراهم كده بالظبط الفورورد بقى والفيوتشر مفيش كده الفورورد والفيوتشر اتفقت مع زيدو النهارده كمان شهر هنفذ لو انا عارفه زيدو مباشره يبقى ده عقد فورورد تمام سواء كسبانه سواء خسرانه انا هنفذ بس معلش هو كده يبقى في شراكه ما بين الشركتين ولا لا لا خالص ولا صحاب مش شرط يعني ولا اي حاجه مش شرط يبقوا شركتين صحاب مش شرط يبقى هم ناس يعرف تعرف بعضها بس بس ممكن تبقى عن طريق سمسار عن طريق وسيط تمام انا هدخل معاك هدخل معاك فورورد على سعر البترول 1000 طن او 100 طن بكام او البرميل بكذا وهو يقول لي اوكي بايع او شاري وخلاص واتفقنا بعد شهر نقعد نسوي التعاقد اللي كسبان يديه للتاني او ياخد من التاني واللي خسران ملزم يسلمه فدي كوميتمنت طب افرض بقى حضرتك ان وقت الجد ما حدش بيسلم حد سلعه لان احنا الاثنين ما معناش اللعبه اللي احنا بنلعب عليها فيسلمني فرق السعر دايما ما بين اللي في السوق والسعر اللي احنا متفقين عليه في الدفتر احنا متفقين اللي متفقين عليه في الدفتر ده بنسميه سترايك برايس سعر الطلب سترايك برايس تمام او اكسرسايز برايس سعر التنفيذ
سعر التنفيذ ده بيتقارن بسعر السوق ونشوف مين فينا اللي كسبان والتاني وكل واحد يسلم الفرق. دي بنسميها كاش سيتلمنت. 99% من عقود الدريفاتيف على مستوى العالم بيتم تنفيذها كاش، محدش بيعمل فيزيكال دليفري. ولو في فيزيكال دليفري لازم يشترط في العقد، لانه الطبيعي العرف بيقول انها كاش. فاي عقد مش مثبت فيه هنسلم ازاي؟ يبقى هنسلم كاش. لكن لو عايز تسلم فيزيكال، تسلم حاجه او تستلم حاجه بجد، لازم تكتب انها تسليم وتسلم. ولو الحاجه دي بتتخزن لازم الطرف اللي هيستلمها يدفع لك التخزين. يعني لو مواشي، العقود بتتعمل في امريكا على المواشي وفيها تسليم بجد، لازم تديني من يوم ما عملنا العقد لحد ما استلمت مني المواشي كنت مخزناهم بكام، اللي هي الارض والجيزه والحاجات دي، من هي تعتبر كاني كان انت حاطط عندي قاعه امان. بس فلازم تديني الفلوس دي بكام. طيب الفيوتشر نفس الالتزام، بس انا ما اعرفش زيزو. انا دخلت البورصه، رحت لمحمود، ده راجل قاعد بيشتغل في البورصه، قلت له عايز ابيع 100 سهم في المستقبل. يقول لي اوكي، ال 100 سهم من الشركه الفلانيه تدفعي لهم 5000 جنيه، ال 100 سهم من الشركه الفلانيه تدفعي كذا. وهو دخل قال انا عايز اشتري نفس ال 100 سهم بتوع الشركه الفلانيه كمان شهر. يقول لي طيب محمود ده هو اللي يعمل المقاصه ما بينه يعني ما بيننا، لكن انا ما اعرفش زيزو خالص. حتى لو اتقابلنا انا وزيزو عند محمود مفيش علاقه ما بيننا، لان انا العقد ما بيني وما بين البورصه وما بين زيزو ومحمود او البورصه اللي هي الاوتوماتيد كلينج هاوس. الاسواق حاجه برده بره البورصه، بس بيبقى اسمها مبادلات، وغالبا بتبقى مبادلات سعر فايده. يعني انا باخد قرض من البنك مدته مثلا 3 سنين وفايدته 10% ثابت وقيمته مليون دولار. جه محمود دخل البنك خد نفس القرض مليون دولار وقيمته 3 سنين، بس البنك اداله فايده متقلبه. هو مش عاجبه متقلبه فلوتنج، هو مش عاجبه الفايده المتقلبه، وانا مش عاجبني الفايده الفلات الثابته. فجيت قلت له ايه رايك ما تيجي نبدل الفوايد مع بعض. ويديهم للبنك بتاعه، ياخد ال 2% مني ويديهم للبنك بتاعه. يبقى الراجل ده خد 2% من هبه وطلع 10% من جيبه وسدد 12% في البنك. ماشي. لكن هبه طلعت ال 10% سددت وادت 2% هناك. يبقى كان هبه طلعت 12. تاني سنه انا عايز ادفع 8 فاعمل ايه؟ وهو لازم يدفع 10. فيدفع 8 للبنك ويطلع 2% يديهم له، اطلع عليهم 8 2 من جيبي واسدد البنك وهكذا. مش شرط ابدا انه في الاخر يبقى حجم اللي انا دافعاه قد حجم اللي هو دافعه. احنا موافقين ان واحد فينا يبقى كسبان على حساب التاني، في مقابل ان كل واحد بيدفع طريقه النقديه المرتبطه بشغله. يعني انت البنك اداني فايده ثابته مع ان انا بشتغل في صناعه موسميه طلع ونزل، فما اعرفش ادفع الثابت ده. وهو البنك اداله فايده موسميه بس هو بيشتغل في حاجه فلات. فكل واحد بيدور انه يعمل حاجه اسمها سينكرونايز كاش فلو، تزامن في التدفقات اللي داخله والخارجه، عايزه الاثنين تبقى شبه بعضهم. فعشان تخليهم الاثنين شبه بعضهم اضطرينا ان احنا نعمل اللعبه دي مع بعض بره، تلعبنا مع بعض بره. ايوه اوكي. بس الجروب بتاعتنا ما حدش فيهم يعرف حاجه عن الموضوع. الثلاثه اسمها سواب مبادله. حلو الكلام. بس البنك مش عارف حاجه، ما يعرفش اي حاجه. انت بتروح بنك تدفع فلوسك، تدفع اللي عليك، جبتهم منين وهم ملوش دعوه. طيب دي عقود الدريفاتيف، يعني ده بشكل عام. طبعا عقود الدريفاتيف دي بحر في مصر يا جماعه. عقود الدريفاتيف موقوفه ممنوع التعامل عليها، يعني عندنا المعيار المحاسبي، لكن البورصه المصريه وقفتها، هي يعني شغالتها اسبوع واحد واتوقفت. ليه بقى؟ لان المصريين المفروض في العالم اسبوع واحد كان هيوقعوا البورصه. والله مش بهزار، العالم كله بيقول لك انه اللي بيشتغل في الدريفاتيف لازم يبقى سوفيستيكيتد انفستور او بيج انفستور، يعني متخصص او كبير اللي بيفهمه. ما ينفعش انديفيدوال، يعني محدش عنده انديفيدوال بيشتغل. الناس هنا دخلت ايه هيصه، اللي هو كله داخل يجرب ايه اللي بيحصل، هيكسب بقى ما هو كله رهان. فاحنا بنتهبل بس هو سامع الجبال الجبل زي هيصه بالجبل عامله. خد يا ابني انت راح فين؟ بس
تعالوا نشوف بقى. يلا بقى ها قال لي الديريفاتيف انفستمنت واخده 3 تايبس فاينانشال فورورد وفيوتشر او اوبشن او سواب. وتعريفها ايه؟ فاينانشال انستمنت ذات درايف ذير فاليو فروم فاليوز اوف اذر اسيتس. اوكي هو يوز ديريفاتيف مين اللي بيستخدمها؟ البروديوسر والكونسيومر. البروديوسر اللي هو المنتج والمستهلك دي تقسيمه. ممكن تقسيمه تانية تقول المضارب والراجل اللي بيعمل تخطيط مخاطر اربيتراجر او هيدجنج. اربيتراج معناها مراجحه. مراجحه يعني بيحاول الكفه العاليه ياخد منها عشان يحط في الكفه الايه الواطيه فيقعد يراجح كده عشان يظبط الدنيا. فهو عايز يقول لك ان انت لما تتعرض لمخاطر تقوم عامل عقد من عقود الدريفاتيف بحيث لما يحصل الخطر تجيب الربح بتاع الدريفاتيف فتعمل الاربيتراج التوازن. تعالى basic principle in accounting for derivative. اول حاجه recognize derivative in financial statement as assets and liabilities. ممكن الديريفاتيف تبقى ليك او عليك على حسب انت الموقف هيبقى ايه. report derivative at fair value. لازم تقيم كل سنه بسعر السوق. recognize gain and loss. يعني ايه سعر السوق؟ اللي هو العقد ده اللي هو الاتفاق اللي كان ما بيني وما بين زيزو يسوى كام لو بعناه في السوق. هيسوى كام؟ هيبقى نتيجه هيكسب كام لو اتنفذ النهارده كان المفروض يكسب كام. هي دي قيمته. Recognize gain and loss resulting from speculation in derivative immediately in income. أي أرباح وخسائر جاية من المضاربة في البورصة بالعقود دي تدخل قائمة الدخل. Report gain and loss resulting from hedging transaction. طب تتكلم على تغطية المخاطر. تتحط فين؟ هيتوقف على الهيدجينج ده نوعه إيه. يعني لو أنت بتضارب أرباحك وخسائرك كلها قائمة الدخل. لو أنت بتعمل هيدجينج يقول لك استنى الهيدجينج ليه تو تايب. في حاجه اسمها فير فاليو هيدج وفي حاجه اسمها كاش فلو هيدج. لو انت خايف ان قيمه اصل عندك تقل او تنقص يبقى ده اسمه ايه؟ فير فاليو. خايف من التلاعب في القيمه فدي ارباح او خسائر تنزل قيمه الدخل. لو انت خايف ان الكاش فلو هي اللي تتغير. الكاش فلو يعني ايه؟ يعني بايع لواحد بالقسط في امريكا فخايف ان الدولار ثمنه يتغير لانه هيقعد يديك اقساط. او شاري من منتج في كوالالمبور فخايف ان سعر العمله تتغير فيبقى دي تدفقات نقديه. فلو عملت عقد يجيب لك تدفقات عشان تغطي التدفقات تمام يبقى ده اسمه كاش فلو هيدجنج. ارباح وخسائر تتكتب في الاو سي اي. هو هيقول لي كمان شويه الكلام. هيدجنج بيغطي هيدجنج صح كده ايه؟ هيدجنج بيغطي هيدجنج. لا هيدجنج بيغطي كاش فلو. تعالوا نشوف بقى التمرين. Assume that company purchased a call option contract on January 2015 when Laredo shares are trading ب 100. كان بيتباع النهارده في البورصه ب 100. Contract gives it the option to purchase 1000 share at option price of 100. يبقى احنا النهارده عملنا عقد ان انا هشتري منك 1000 سهم ب 100. 100 ده كان سعر السوق النهارده. تمام؟ فإذا العقد ده له قيمة له ثمنه صفر مفيش حاجة. The option expire في 30 أبريل. إحنا عاملينه في يناير وفي 30 أبريل هي expire. Company purchases call option ب 400 and makes the following entry. لكن أنا لما جيت أشتري العقد ده لأن فين؟ أنا بشتري من البورصة فالبورصة بتاخد مصاريف إدارية فخدت 400. ال 400 دول بقى إيه؟ يتثبتوا إيه؟ أنا شاري عقد. العقد ده اسس ولا لايبيليتي؟ انا شاري عقد ان انا هشتري يبقى اسس. اوكي يبقى دفعت 400 واشتريت العقد فثبت العقد ده تكلفته واقفه عليا لحد دلوقتي ب 400. كل اوبشن وبريميوم. فقال لك بقى البريميوم دي عباره عن حاجتين انترنسك فاليو وتايم فاليو. تايم فاليو اللي هو الوقت الذي يمضي منذ شراء يعني من ساعه ما اشتريت العقد لحد ما يتم تنفيذه يسوى كام؟ اللي هي ال 400 اللي البورصه خدتني عليه. ايه؟ الانترنسك دي القيمه الحقيقيه بنسميها الترو فاليو. الانترنسك دي هي عباره عن ايه؟ مكسبك الحقيقي اللي هيحصل. فبيقول لي ديفرنس بتوين ماركت برايس اند بريزنت سترايك برايس السعر اللي هنحجز بيه. طب انا الماركت برايس كان 100 وسعر التنفيذ اللي مكتوب في العقد 100 يبقى ما كانش فيه انترنسك فاليو يوم التعاقد. It represents amount realized by option holder if exercising the option immediately.
يعني انت هتكسب كام لو نفذته النهارده؟ فالنهارده لو نفذته هتشتري حاجه ب 100 وهي تمنها 100 في السوق، مفيش مكسب. التايم فاليو بقى ريفير تو اوبشنز فاليو اوفر اند اباف اس انترنسيك فاليو، دي اي قيمه انت بتدفعها فوق الانترنسيك. تايم فاليو ريفلكت بوسيبيليتي ذات اوبشن هاز فير فاليو جريتر ذان زيرو. هاو؟ بيكوز ذير از سم اكسبكتيشن ذات برايس of Laredo share will increase above strike price during the option trade. هو البورصه ليه خدت منك 400 دولار وليه انت ارتدت تدفع 400 دولار بحاجه قيمتها صفر النهارده؟ عشان عندك امل انه في الثلاث شهور الجايين التايم فاليو ومرور الوقت هتكسب، السعر هيزيد عن 100. طيب اداني بقى تمرين بالانتري بتاعه والمارش 31. الاول ايه اللي حصل في مارش 31؟ ثمن الشير في السوق بقى 120 تمام، وانت كان معاك اوبشن ان انت تشتريه ب 100 تبقى كسبان ولا خسران؟ يبقى في هنا انترنسيك فاليو 20 دولار في 1000 سهم 20000 دولار مكسب، بس التايم فاليو بتاعته قلت بقت 100. انت كنت دافع فيه 400 قلت بقت 100، يبقى حصلت خساره لل 400 اللي انت كنت كاتبهم في دفاترك، ما انت كنت مسجل ب 400 فقال لك دي تسوى دلوقتي 100، يبقى لازم تعمل خساره 300، يبقى انت كسبت 20000 وخسرت 300، يبقى كانك كسبت 19700. وبعدين بعد كده الثمن بقى 15، يبقى انت كسبان كام؟ 15. بس انت كنت ثابت مكسب 20 تمام؟ يبقى كان انت كسبان 5 بس، ما انت كنت ثابت 15 ماشي، وهنا دي بقت 60، دي كان اصلا 400، انت كنت ثابتها 100، انت كانت 400 نقصتها وصلتها 100 وال 100 دي كمان كسبت منها 40 فوصلت ل 60. اوكي لا كسب، ما حسبت كده ما كسبش، لكن في الرياضه اللي كاتبها هتلاقيه كسب. قال لك اول حاجه انت هتثبت المكسب، اه ريلايز دي انت لسه ما نفذتش. كل اوبشن ده بيروح تحت ايه الاسس؟ تحت الانفستمنت، تحت الانفستمنت الاستثمارات، وممكن تتكلم تحت الكرنت لو هو ده مثلا مدته ثلاث شهور يبقى ده استثمار قصير الاجل، يبقى تتكلم ضمن الكرنت اسس تمام، اللي هو شورت تيرم انفستمنت. كل اوبشن هتثبت ان انت كسبت 20000 بس المكسب ده مش حقيقي لان ما تنفذش، يبقى unrealized gain ويروح income statement. طيب وال 100 اللي حصلت دي لازم تنزلها لان انت كنت سابتها ب 400، فقال لك unrealized loss والكول اوبشن تقل في ايه؟ ب 300 عشان تبقى 100. يبقى انت لحد دلوقتي سابق كام؟ 20100 لحد دلوقتي. فقال لي بقى unrealized holding gain which increase net income و loss on the time value decrease net income. ماشي. الشهر اللي بعده بقى ال 20 اللي انت سابتها بقت 15، يبقى الاوبشن كسب ولا خسر؟ خسر. خسر 5. ال 20 اللي انت سابتها بقت 15. انت سابت ان انا كسبت 20. تاني سنة تاني شهر قال لك لا حضرتك كسبان 15 بس، فانا خسرت 5. اوكي 5 في 1000 شير ب 15. فجي قال لك يبقى انا لازم اشيل من الكول اوبشن اللي كان مسبوق ب 20 اخليه يساوي 15 بس. اخليه بقيمته بالفير فاليو. هي قيمته النهارده 115 ناقص 100 يطلع الانترنسيك بتاعه 15 دولار. ف 1000 يبقى 15000، طب انت سبته 20 في الميزانيه نزله 5. وبعدين التانية اللي انت سابتها 100 هقللها، انت عايز تخليها 60 بس اللي هي التايم فاليو كانت مسبوقه ب 100، يبقى انت عايز تخليها 60 بس، يبقى لازم تنزلها بكام؟ 40. يبقى بقى عندك الحسبه 15 40 تقريبا 15 60. قال لك الاول ثبت 400 وبعدين ثبت المكسب 20 مظبوط، وبعدين ثبت الانخفاض في 400 دي 3، وبعدين في ال 20 دي نزلت بقت 15 ثبت 5، وبعدين ال 100 اللي باقيه هنا نزلت ب 60 فكانت نزلت 40، فبقى معاك كام؟ 15 60. لما جه يعمل سيتلمنت بقى ايه اللي حصل؟ ادوه 15000 بس في نهاية الفترة خالص. في نهاية الفترة فين بقى؟ كانت مكتوبة؟ تقريبا اه هنا اللي هو 16 ابريل
هيعمل السيتلمنت هياخد ال 15. طيب خدت 15 ما هو اللي هو ده يوم انتهاء العقد ما هو يخلص في ابريل فبالتالي الراجل ده 16000 بس التايم فاليو دي مالهاش لازمه التايم فاليو كانت التقدير اللي ما بينك وما بين البورصه لما بعولك العقد وكل اوبشن قفلته ب 15 فدي بقت خساره بص فقال لك تبقى مكسبك الحقيقي كام حسب ازاي 14 600 ده موضوع تاني خالص اللي انت كاتبه هنا بص اللي انت كاتبه هنا كام؟ حلو كده؟ بص الحسبه بقى عشان كده بقول لك الدنيا حاجه تانيه خالص. اول حاجه اول لقطه ان التغير كسبت 20 من قصه 300 يبقى بقيت كسبان 19700. ماشي. تاني مره خمسه خسرت خمسه وخسرت 40 فخسرت 45 وبعدين رجعت خسرت ال 60 لما جيت تسوي. ايوه. فلما جيت تسوي خسرت ال 60 يبقى صافي مكسبك كام؟ 14600. اللي هم ال 15 اللي انت خدتهم مطروح منهم ال 400 اللي كنت دافعهم للبورصه لما اشتريت العقد. العقد يوم ما اشتريته دفعت فيهم من الاخر بقى سيبك من كل اللي حصل في النص. انا دفعت الحاجه 400 وبعتها ب 15. يبقى اللي دخل جيبي كام؟ 14600. بس. فهي ده اللي حصل. طب ما هو دكتور لو فات ال 400 بس هم 15 60 طب ال 60 دي جايه منين؟ 60 دي اللي هي ايه؟ دي فرق ال 60 دي اللي هي اصل 400 اللي هي كانت اصل 400 ونزلت 100 وال 100 نزلت بقت 40 اوكي احنا نزلنا 60 بس 60 دي ما كانش لسه حصل لها امورتيزيشن خلال المده تمام بس دكتور معلش هرجع اقول انا دلوقتي عندي 15 60 بعرف بقى 15 60 دي ولا اقلل منها قفلتها يا سنه قفلتها قافلها في الكل خدت 15000 هناك جيبك وال 60 نزلتهم خساره تمام وما قالش ما قالكش ايه ار لايز لوس ده لوس اون سيتلمنت خساره تقفيل الالتزام او العقد ماشي كل اوبشن خلاص كده اتقفل وخارج رجع له قدام كده 14600 اللي هم ايه بقى؟ اه وكان في خساره انا كنت دافع كاش يعني انت لو بتنتج الكاش قدام بعضه رصيد الكاش بقى نفسه انا دافع 400 وفجاه كسبت 15 انت بالفرق يا جماعه فرق بس يعني ده ايه ده تي اكونت على الكاش اه انا بتصور الموضوع يعني بتخيل تي اكونت على Agreement is financial instrument has the following three basic characteristics. ليها ثلاث مواصفات. المواصفة الأولانية one or more underlying assets لازم يبقى في حاجة متعاقد عليها في العقد ممكن تبقى سلعة واحدة أو أكتر من سلعة an identified payment provision لازم يبقى متفقين على طريقة الدفع أو التزامات الدفع an instrument requires little or no investment at the inception of contract أو ما نيجي على العقد بيبقى معمول ببلاش اتفاق ما بين طرفين العقد الوحيد اللي بيتدفع له هي فكرة الأوبشن فبتضطر تدفع بريميوم لكن لو اي عقد عادي تاني ما بتدفعش حاجه انت بتعمل العقد وبالتالي ما بتعملوش انتري لان ما فيش عقد تكتبه في الافصاحات يوم ما تعمله او تثبت التعاقد بس لكن لما تيجي تنزل السنه وفي عقد زي ده لازم تثبته في الدفتر تثبته ازاي بقى تعمله في الفاليو تشوف ثمنه يسوى كام instrument require or permit net settlement لازم تشترط ان انت في الاخر تعمل تصفي انا ليا كام او عليا كام من كل فرق دول الثلاث حاجات provision payment او initial investment و settlement ال provision payment لو بتقارن ما بين ال traditional اللي هي الاسهم والسندات العاديه وعقود ال derivatives لو استثمارات عاديه خالص كنت هيبقى فيه سعر السهم مضروب في عدد الاسهم يدفعوا بالكامل لكن هنا هتكلم على فرق سعر السهم الانيشال انفستمنت هنا انفستور بتدفع كل حاجه يوم التعاقد لكن هنا ما بتدفعش اي حاجه خالص بتدفع بس الفيز اللي هي يا اما الفيز بتاعت البريميوم يا ما بتدفعش في السيتلمنت ده بيسلم الحاجه ديليفر شير تو ريسيف كاش لازم اديك السهم عشان تديني فلوس لكن هنا receive cash equivalent معادل النقديه based on the change in price بتديني فرق السعر لكن ما فيش حد بيسلم حد ايه؟ اسهم.
دخل بقى في قصه مين؟ الهيدجنج. ازاي يعمل الكلام ده في الهيدجنج او يستخدم الكلام ده في الهيدجنج؟ الهيدجنج دي تغطيه المخاطر. تغطيه المخاطر the use of derivative of to offset ويقابل او يقايض negative impact التاثير السلبي of change in interest rate or foreign currency exchange rate. ان انت تغطي التغير او التاثير السلبي للتغير في سعر الفايده او سعر مثلا الصرف. ممكن تستخدم ده هيدجنج زي فكره زي ما قلت لك انت بايع لعميل في دوله اجنبيه وخايف انه لما يجي يدفع لك الدفعات سعر الصرف بتاع العمله اللي هيديك اياه يتغير فانت خايف من انخفاض او ارتفاع سعر الدولار. IFRS allow special accounting for two type of hedging fair value and cash flow hedging. قال لك بقى المعيار بيقول ان الهيدجنج ده من الاول تصنفه اداريا هو انت عامله لتغطيه فير فاليو ولا عامله لتغطيه كاش فلو. ده ليه معالجه وده ليه معالجه لانه اي ارباح وخسائر مرتبطه بالفير فاليو هتنزل انكم ستيتمنت مرتبطه بالكاش فلو هتنزل او سي ار. فير فاليو هيدج لو هتشتغل فير فاليو company use derivative to hedge the exposure to change in fair value للاسس اور لايبيليتي اور unrecognized commitment او اي حاجه غير مثبته. ودي بيستخدم لها نوعين من العقود دايما يا اما انترست ريت سواب يا اما بوت اوبشن سواب. غالبا دول اكتر عقود ده مش معناه ان انا ما ينفعش استخدم التانيين هو ينفع بس اكتر عقود بتستخدم لتغطيه مخاطر الفير فاليو هي البوت والانترست ريت. طيب اشمعنى البوت؟ لان انت لو خايف من انخفاض قيمه اصل هتبيعه في المستقبل بسعر محدد الان. هبيعه في المستقبل بسعر محدد الان. ابيعه يبقى ايه؟ يبقى بوت. بوت اوبشن. هارد ريبورت سونما انفستمنت اتس ستيتمنت اوف فاينانشال. انت عندك ايكويتي انفستمنت بكام؟ ب 12500 ده اسس تمام استثمار القصه تمام. وفي جانب حقوق الملكيه كان عندك اكيوميتد في الاو سي اي بكام؟ 2500 طيب هاي وورد اكسبوزد تو ريسك ذات برايس اوف سونما شير ويل ديكلاين. اللي هو ما عنده كام؟ اللي هو بص عند حضرتك هو قيمته 12500 وكان عنده جين ب 2.5 يعني هو كان 10 وزاد 2.5 فقيمته عالية فهو خايف ان القيمة دي تنزل. تو هيدج ذيس ريسك هوارد لوكس ان اتس جين اون سونما انفستمنت باي بيرشيزنج بوت اوبشن اون ميت شير اوف سونما شير. اشترى بوت اوبشن هو بيقول لك لوكس اتس جين. لوكس اتس جين يعني قفل عليه مش عايز ينزل عن الجين دي ولو هيضحي مش هيضحي باكتر من دي يعني ممكن اقصى حاجه ترجع للاساس اللي هي ال 10000 فينزل من 12.5 ل 10 لازم يقفل على كده مش هيعمل اكتر من كده. فقال لك اشترى بوت اوبشن بال 100 شير اللي عنده ان انا هبيع ال 100 شير بكام بقى؟ هاورد انتر انتو بوت اوبشن كونتراكت في 2 يناير اند ديزاينيتد اوبشن وصفه ديزاينيتد وصفه في اداره الشركه على انه فير فاليو هيدجنج. This bot option, which expired in 2 years, gave Howard the option to sell Sonama share ب 125. 125 في 1000 يعملوا كام؟ في 100 يعملوا كام؟ 12.5 يعني لو هم سعرهم نزل عن 12.5 انا يا عم هبيعهم لك ب 12.5 يبقى انا ضامنه ان انا هعوض فرق الايه؟ السعر. فرق الخسارة. Since exercise price equal market price يبقى no necessarily at inception. لأنه مفيش فرق ما بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية يبقى بزيرو. و of the vote option. At December 2016
the price of Sunama has declined to 120. سعر السهم كده قل ب 120 وانا قايل انا هديه لك ب 125 يبقى انا كسبت منك كام؟ 5. 5 في 100 بكام؟ ب 500. انا بقى هاخد الحاجات اللي عندي في الدفتر اللي ب 12 ل 500 ابيعها فاكسب 12 واخسر 500. اجيب 12000 واخسر 500 او اعمل لها تقييم بالفير فاليو فهتخسر ال 500 وفي نفس الوقت الاوبشن ده يكسبني ال 500 فافضل زي ما انا 12 ونص. قال لك الانتري هتعمل اول حاجه فير فاليو ادجستمنت. فير فاليو ادجستمنت بكام؟ 500 خسار لان هي نزلت من 120 من 100 هي 25 ل 120. مظبوط. حلو كده؟ يبقى مبدئيا انا خسرت 5 جنيه في السهم. وبعدين البوت اوبشن قيمته زادت بايه؟ لان هو ما كانش ليه قيمه يوم ما عملته بس النهارده قيمته تساوي 500 جنيه. لان انا كنت قايلها لك انا هديك السهم ب 125 والسهم النهارده ب 20 يبقى لو اديته لك ب 125 يبقى انا كسبانه 5. 5 في 100 سهم ب 500 يبقى حسبت القيمه المتوقعه للمكسب اللي هيحصل لو نفذت. تمام. يبقى بوت وانريلايزد جين ب 500. فايه اللي حصل هنا؟ الانفستمنت زادت نقصت ب 500 بس البوت اوبشن دخل وزنه حطه ال 500 ففضل دي 12 ونص. وبعدين الانريلايزد البوت عمل مكسب 500 والانفستمنت عمل خساره 500 يبقى مفيش حاجه اتغيرت يبقى زي ما هي. فدي معنى فكره ايه اللوكت ان انت عايز توقف الموقف زي ما هو. طب لو هتعمل كاش فلو هيدجنج بقى بيقول يوز هيدج اكسبوجر تو كاش فلو ريسك ويتش ريزلت فروم فاريابيلتي ان كاش فلو. في تغيرات او تقلبات في الكاش فلو. Fair value on the statement of financial position reporting هتشوف الفير فاليو بتتغير ازاي في الفاينانشال بوزيشن اللي هي المركز المالي وgain or loss in equity as part of other comprehensive income. لكن هنا اي ارباح وخساره دخلت مين؟ او سي ار. تعالى يا فندم. In September علي تاني مصطفى تاني؟ أنا كنت رحت معاه مصطفى. فاهم بالظبط؟ إيه 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 لازم تقعد تحل بس عادي هي مشكله ان الحاجه دي انا عارفها بس طبعا هزلكوا بقى. يلا in September anticipated purchase 1000 متريك طن of aluminium. هو ناوي يشتري 1000 طن من الالومنيوم في يناير 2016. هو في شهر 9 2015 متوقع انه هيشتري مادة خام هي الالومنيوم بتاعته. As a result Allied enters into aluminium future contract. فعمل عقد مستقبلي عشان يشتري الالومنيوم ده. In this case aluminium future contract give Allied the right and obligation to purchase 1000 شير متريك طن of aluminium ب 1550 للطن الواحد. ف 1000 طن يعني 1,550,000 تقريبا.
This contract price is good until the contract expires in January 2016. جميل. The underlying for this derivative is the price of aluminium. الدريفاتيف العقد بتاع الدريفاتيف ده كان بيقول ان انا هاخد منك طن الالومنيوم ب 1550. حقيقي في الامر انت مش هتديني الومنيوم, انت هتديني فرق السعر بتاع السوق لو زاد عن 1550, لان انا هاخده منك ب 1550. لا انا ما عملتش عقد عشان اشتري منك الومنيوم, انا عملت معاك عقد فيوتشر يعني دريفاتيف, يعني بلعب معاك على سعر الالومنيوم, فعمل العقد ان سعر ان انا هشتري منك الطن ب 1550. تمام. يبقى لو سعر الطن اقل من كده انا هشتري, لا هشتري لان ده مش اوبشن, اه مش ده التزام, هشتري منك ب 1550 بس انا مش هاخده منك بجد, انا هديك فرق السعر. اه فيبقى انا خسران, فيبقى عندي خساره العقد. لكن لو سعر الالومنيوم عالي عن 1550 اقول لك تعالى ننفذ العقد, انت مش هتسلمني الومنيوم, انت هتسلمني فرق السعر اللي هو مكسبي من العقد. تمام. فقال لك يبقى الاندرلاينج الاصل المتعاقد عليه الالومنيا اصلا هتظهر في الموضوع, مفيش الومنيا اصلا, الالومنيا دي هتبقى جوه مصنعنا لما اشتغل اللي هاخدها من المورد بتاعي عادي. لكن الكونتراكت الفيوتشر كونتراكت ده مفيهوش تسليم متكامل, بلعب بسعر الالومنيا. تمام. ليه؟ لان انا بالنسبه لي الالومنيوم تكلفه وهو الماده الخام بتاعتي اللي انا بنتجها, فانا خايفه انه ان انا لما اجي وقت وانا بشتغل اجي اشتري الماده الخام الاقي سعرها غالي. تمام. فانا كده كده هشتريها من غالي, مفيش اوبشن, انا كده كده هشتريها من غالي, بس هجيب فرق السعر ده من عقد الاوبشن, اكمل على الفلوس واشتري. فهمتوا اللعبه فين؟ حبانه يعني. I'd enter into future contract on September 2015. ايه ده؟ ماشي, فيوتشر كونتراكت ان 2015. That price to be paid today for inventory to be delivered in January. لكن في سبتمبر بقى رحت قلت له انا هشتري منك وتسلمني في جانيوري. The spot price equal the contract price. With two price equal يبقى الفيوتشر كونتراكت ملوش قيمة فما بيتعملوش انت. مفيش حاجة, مفيش عقد من الأربع عقود أوبشن فيوتشر فورورد سواب بيتعمل له انت يوم التعاقد غير عقد الاوبشن بس, لان الاوبشن بس هو اللي بيدفع فيه بريميوم, حد دفع او حد اشترى. لكن فيوتشر فورورد سواب يوم التعاقد ما بيبقالهاش قيمه لان يبقى عليها بسعر النهارده, انا بستنى اما التايم يمر, الزمن يمر عشان بس بستنى اما التايم يمر, عشان لما التايم يمر الفرق ما بين السعر اللي مكتوب في العقد والسعر اللي موجود في السوق هو ده مقدار قيمه العقد مكسب او خساره, فهو ده اللي يتثبت في الدفاتر يوم اغلاق الميزانيه. تمام. طيب في ديسمبر 2015 البرايس بتاع ديليفري اوف الومنيوم بقى ب 1575. انا معايا عقد بيقول ان انا هشتري الومنيوم ب 1550 والالومنيوم النهارده في السوق ب 1575, يبقى انا كسبانه ولا خسرانه؟ كسبانه 25. اكثر, لا انا لسه ما قفلتش العقد, فكت مكسب unrealized, فيبقى عندي future contract ثمنه 25 وعامل لي unrealized gain, وده ايه؟ OCI داخل equity اهو OCI. Allied report future contract in the statement of financial position as current asset. ليه؟ لانه هيتقفل كمان شهرين. يا دكتور ليه مش من future لكاش؟ كاش ليه؟ ما فيش, ما تدفعش حاجه. اه صح, ما تدفعش حاجه. ماشي ماشي, دي الرهانه اللي احنا عاملينها, مفيش حاجه دفعت, ما تنفذش, عشان كده اسمه ان ريلايز. طيب في يناير بقى اشترينا 1000 طن ب 1575, اشترينا بجد 1000 طن عشان نشتغل, اشتريناه ب 1575, فايه اللي حصل؟ حضرتك دفعت كاش 1575 عادي, اشتريت لان ده داخل انفنتوري, ده ماده ثانيه, ده ماده خام انا بشتريه, بس انا كان كل خوفي انها سعرها يغلى, فعملت الفيوتشر كونتراكت ده عشان اغطي الغلط ده. ورحت نفذت الفيوتشر, فلما نفذت الفيوتشر اداني كام؟ اداني 25, وانا دافع في البضاعه بجد 1575, يبقى كان الصافي انا دافع في البضاعه كام؟ 1550 اللي انا كنت عايز ادفعها من شهر 9 اللي فات. انتوا فاهمين الفكره بقى عملت ازاي؟ مش واصله الحته الاخيره. بص يا فندم,
انا في شهر 9 لقيت الدايركت ماتيريال بتاعتي 8550 وانا مش هشتري غير في يناير ده شهر 12 انا مش هشتري بضاعه غير في يناير فانا وانا واقفه هنا خفت ان سعر الالومنيوم الماده الخام بتاعتي يغلى لما اجي اشتريه في يناير فرحت عامله عليه عقد رحت عامله هنا ايه عامله فيوتشر كونتراكت ان انا يا جماعه هشتري منكم في يناير ب 1550 ورحت مثبته السعر تمام اللي حصل ايه اللي حصل انه في شهر 12 سعر الالومنيوم بقى 1575 فالعقد اللي تحت ده لما جه يتثبت في البالانس شيت في الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن اول يوم ما كان يوم ما عملناه ما كانش ليه اثبات لانه كان لا يساوي شيء لكن دلوقتي بقى له قيمه فلازم تدخله الفاينانشال بوزيشن ب 25000 اهي فدخلوا الفاينانشال بوزيشن بايه؟ ب 25000 اللي هو فرق المكسب ما بين الرقم ده والرقم ده. تمام. حلو كده؟ ده ثبت العقد نفسه اللي بنقوله. جه اللي حصل انه في يناير اشترينا بجد الماده الخام، جينا ننتج بقى فالماده الخام بقى ثمنها 1775 في السوق. من ديسمبر ليناير سعرها ما اتغيرش. تمام. فاشتريت ماده خام عشان اشتغل، فلما اشتريت ماده خام دفعت فيها 1575. ورحت للراجل بتاع الفيوتشر كونتراكت ده وقلت له اعمل سيتلمنت بقى نفذ لما جه ينفذ راح مسلمني 25000 جنيه ارباح فبقيت خسرانه في البضاعه او دفعه في البضاعه 25000 جنيه زياده غطيتهم من ربح العقد بتاع الفيوتشر ماشي فعشان كده عملت هيدج طب انا خسران ليه؟ انا كان ب 1550 وفي يناير هاخدها برضه 1550 لا في يناير انت هتاخدها ب 1550 سعرها في السوق 1575 بضاعه وسعرها غلي ماده خام وسعرها غلي في السوق تمام وغلي في السوق ب 25000 جنيه اه فانت دفعت 25000 اشتريت طب الكاش ليه جاي معايا دي؟ ده انا اللي خسران فين يا فندم؟ هنا اشتريت بالنسبه اشتريت ماده خام هنا نفذت مش خسران هنا الفيوتشر ده العقد العقد انت كسبان لان العقد بتقول له انا هاخده منك ب 1550 وهو ثمن الحاجه في السوق 1575 فانت واخده منه فكسبان 25000 جنيه فجي قال لك اهو الاكشوال كاش بيد انت دفعت بجد ثمن بضاعه 1575 وخدت دفعت بجد ثمن بضاعة 1575 وخدت من العقد 25000 يبقى صافي اللي خرج من جيبك 1575 يبقى انت كنت مثبت ثمن المادة الخام ولا لا؟ بس هو المفروض ما تحسبش كده صافي اللي خرج من جيبي 1575 انا اخدت 25 من الفيشر كونتراكت ما هو ده داخل الخام عندي اه فانا المفروض لو حسب اللوجيكال صافي اللي خرج من الخزنة او من الكاش بتاعي ولا 1575 لا ازاي؟ وانا اخدت 25 حطيتهم جوه الخزنه. حلو. وبعدين رحت مخرج 1575. يبقى النت كام؟ ما هو بلس بوينت الخزنه كرست لها زيرو زادت في 25 وبعدين نقصت ب 1575. طيب اسيوم ذا الايد بروسيس ذا الومنيوم فينيشد جود لو افترض بقى ان الراجل خد الالومنيوم ده عمل بروسيس صنع بيه منتج وباع المنتج بكام؟ المنتج ده لما اتصنع عمل 1,700,000 وباعه ب 2,000,000 هيعمل قيد البيع العادي خالص ب 2 مليون وقيد تكلفه البضاعه بكام؟ ب 1,500,000 صح؟ طب بص اللي باع ايه؟ طب مش انت كان عندك unrealized holding gain or loss؟ مش كان عندك في حساب مفتوح في الايكوتي؟ انت كده رتبت الحسابات بتاعتك في الاول رتبت الحسابات اللي طالعه من جيبك كاش فقلت يبقى انا كده لا كسبان ولا خسران بس اول ما جيت عملت الانتري هنا في ايتم محطوط فين؟ ما تنساهوش ده في بند محطوط في حقوق الملكيه في الاو سي اي اللي هو الجين اللي انت ثبته لما جيت تشتغل رحت قافل الكونتراكت اهو
بيتقفل تمام، وحسبت مكسبك وخسارتك. بس ما تنساش انه حضرتك في انتري لسه مفتوح او في بند لسه مفتوح، ايتم مفتوح في حقوق الميتين عايز تقفله. تقفله امتى؟ لما الالومنيوم ده يطلع من عندك خالص، فهو ماشي من عندك تحط فيه القصه. فانت كان عندك الومنيوم كاتب تكلفته كام؟ كاتب تكلفته جوه كوست اوف جود سولد جوه الانفنتوري 1,700,000. المليون و700 دول كان جواهم الماده الكامله اللي كنت شاريها بمليون 575، بس انت دفعت فيها فعلا مليون 575 ولا مليون و500؟ حلو، حضرتك يبقى تعالى نزل الكوست اوف جود سولد بال 25، فتبقى التكلفه بتعكس التكلفه الحقيقيه اللي قررت تجيبها، وفي نفس الوقت قفلت الايتم بتاع الاو سي اي اللي كان لسه موجود. ده هيدجنج كاش فلو، تدفقات نقديه، فلوس داخله وخارجه كتير. ماشي. اخر حاجه بقى فاضل لنا ثلاثه سلايد فخلصنا الحمد لله. في حاجه اسمها امبيدد دريفاتيف. دريفاتيف خلصنا بس دي. الامبيدد دريفاتيف اللي هي امبيدد ضمنيه، دريفاتيف المشتقات الضمنيه، يعني في حاجات ما هياش عروض مشتقات بس شبه فكره المشتقات. زي ايه؟ قال لك زي السندات القابله للتحويل لاسهم، انه يبقى سند شويه وممكن تقلبه سهم، فيبقى في اوبشن انه يقلب سهم. يبقى انا بيعالك ورقه ولا بيعالك ورقتين؟ ورقتين، بس في صوره ورقه، وبعد شويه ممكن تقلب تبقى ورقتين. فقال لك يبقى كونفرتبل ديت او كونفرتبل بوند از هايبرد انسترومنت. هايبرد يعني هجين او خليط، هي ورقه ماليه خليط بتتكون من جزئين، ديت سكيورتي مستند مديونيه اللي بنقول عليه هوست سكيورتي اللي هو الاساسي او المضيف اللي هو الاساسي، واوبشن تو كونفرت البوند تو كومن شير. دي الحاجه الضمنيه الامبيدد دريفن. بس المعيار قال لك لا احنا مش هنفصلهم، احنا هنعملهم على ان هم ايه؟ ورقه واحده سند، ولما يبقى يتحول نبقى نبص له على انه حق ملكيه. ما هي دي عشان عندك حاجه اسمها امبيدد دريفاتيف. وزمان كان بيقول لك لا احسب قيمه السند من غير السهم، وبعدين احسب قيمته بالسهم، والفرق ده يبقى قيمه السهم، والورقه اللي ثمنها 100 ونفس الورقه اللي ثمنها 110 عشان فيها سهم اثبت 100 بس دين و10 اسهم متوقعه. تمام. فكان بيقطع ثمنها، دلوقتي قال لك لا حطها في حته واحده. فانت لازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها امبيدد، ان ممكن تدرس معايير بتاعت اي دوله ثانيه تلاقيها بتفصلهم، فما تبقاش فاهم كلمه امبيدد دي يعني ايه. كواليفاينج هيدجنج كرايتيريا. امتى تقول بقى ان انت فعلا العقد اللي انت عامله ده عقد تخطيط مخاطر؟ قال لك اول حاجه لازم يبقى في دوكيومنتيشن، في مستندات بتقول كده. ريسك مانجمنت، في عمليه اداره مخاطر في الشركه، يعني ما يبقاش مدير كده امن دماغه قال لك انا هلعب. لا حضرتك لازم يبقى في سياسه لاداره المخاطر. ديزاينيشن يعني في تصميم معين او اهداف معينه او بوليسي معينه السياسه دي ماشيه يعني. effectiveness of hedging relationship، لازم لما تيجي تحسب الحسبه يبقى فيها فعاليه، زي ما عملنا عقد الهيدجنج كده فلقينا ان الالومنيوم لما سعره زاد 25 احنا غطينا ال 25 كلهم. انا ممكن اغطي جزء من ال 25. كانوا عاملين تيست كده كان بيقول لك تقريبا لحد 80% يبقى هيدجي. لو ما غطيتش حوالي يعني لو غطيت اقل من 80% من الريسك يبقى ده مش هيدج. يبقى ده عقد مضاربه وظبطت معاك. ماشي. effect on reported earning of a change in fair value or cash flow، لازم تبقى دارس التاثير على صافي الربح نتيجه تغير الفير فاليو او تغير الكاش فلو. عشان تغير الفير فاليو هيروح النيت انكم، لكن تغير الكاش فلو هيروح الاو سي ار. لازم تبقى عارف النوع اللي بتستخدمه عشان تعرف الايفكت هيروح فين. ده ملخص لكل اللي احنا قلناه. بصوا عليه خمس دقائق بس كده او ثلاث دقائق. أنا مش هقرا بقى، هو كل اللي احنا قلناه. إيه بقى ده؟ مش هقرا. مضاربة، وأي حاجة مضاربة لازم تثبت بالفير فاليو.
اي دريفاتيف عامه بالفير فاليو. بص الدريفاتيف كلها بالفير فاليو تمام. السبيكيوليتيف ما ينفعش تبقى هيدجنج. الهيدجنج ممكن تبقى فير فاليو او كاش فلو تمام. الاكزامبل بتاع اي سبيكيوليتيف اي حاجه في الدنيا كول وبوت اوبشن وفورورد وفيوتشر اي حاجه. الفير فاليو هيدجنج ان انت تغطي مخاطر اسيتس الخساره او ارباح بتاعه اسيتس واي ارباح وخسائر بتاعتها تدخل انكم ستيتمنت تمام. واشهرها البوت اوبشن او السواب. الكاش فلو بالفير فاليو ويبقى ليها انريلايزد جين اور لوس وتروح مين او سي اي تمام. وتروح بعد كده في الانكم لما الحاجه تتباع خالص بتستخدم نوع من انواع الهيدجنج وبيستخدم فيها الفيوتشر كونتراكت بس هي الفيوتشر بس. اخر حاجه الديسكلوجر بقى. الديسكلوجر سهله قوي. ديسكلوجر للفير فاليو بتاعه اي حاجه اي اصول ماليه انت بتستثمر فيها فلوسك سواء اسهم او سندات لازم تقول لي التكلفه بتاعتها كام والفير فاليو بتاعها كام. تمام لازم توضحها في التفصيل في ايضاحات. طب لما جبت الفير فاليو جبت الفير فاليو ازاي؟ الفير فاليو دي ليها يعني ما اروحش اجيب سعر السوق. الفكره بتاعت ان انت تروح تجيب سعر السوق ده ليها معيار اسمه اي اف ار اس 13. اي اف ار اس 13 ده قال لك لما تروح تجيب سعر السوق تجيبه ازاي؟ ففي ثلاثه ليفل. اول ليفل انه ده اللي هو الاساس اللي انا الكومنت ده اللي هو مور في كريديبيلتي عاليه وهو ده اللي المفروض نروح له. ده ان انت يبقى عندك اكتف ماركت سوق فعال على الاصل ده او البضاعه دي. فده بنقول موست ريلابل ميجر اكتر حاجه يمكن الاعتماد عليها. الفير فاليو از بيزد اون كوتد برايس في الاكتف ماركت اللي هي زي البورصه كده فتبقى حاجات معلنه فتبقى الحاجات اللي ليها بورصات. واثناء الدراسات دي بيرجعوا للبورصه انها سعر الماتيريال اثناء يوميها يوم في يوم الاغلاق. الليفل 2 ان انت تجيب سعر السوق لحاجه شبه حاجتك يعني تجيب اكتف ماركت حاجه شبه حاجتك. ليه مش لاقي حاجه زي بتاعتي فجيت اقرب حاجه ليها فقال لك ده يعني ما يمشي فقال لك ايه ليس ريلي اقل اعتماديه. الحاجه الاوحش بقى ان انا بعمل حاجه فريده فلا ليها سوق ولا في حاجه شبهها فاضطر اعمل ايه بقى حضرتك؟ هجيب خبير يقيمها. خبير يقيمها فقال لك ده ليست ريلي اقل حاجه ممكن اعتمد عليها عن طريق الاوبزرفبل انبوت اللي هي المشاهدات ريفلكت كمباني اسامبشن سو ذات فاليو اوف فاينانشال. وبالتالي بناء على الافتراضات والمشاهدات احدد القيمه. ودي اسوء حاجه ده ليفل 3 المفروض ده بس ده لما بيجيبوا خبير مسمن زي حلمي كوزاب والحاجات دي. كمان لازم تعمل فول ديسكلوجر عن الكوانتيتيف انفورميشن اباوت سيجنيفيكانت ان اوبزرفبل انبوت. في ليفل 3 بقى بالذات لو انت هتجيب حد يتمم لازم يقول لك ايه هي البيانات الكميه اللي استخدمها ايه هي المعادلات اللي طمن بيها الاسلوب اللي اعتمد عليه في التقييم. في ديسكلوجر للليفل ده اصلا للليفل ده لوحده. كواليتيف ديسكشن يعني لو قعدت عملت اللي بيسموها ايه مقابلات عشان تجيب معلومات تكتبها انت عملت ايه ومين. Description of company valuation process طريقة التقييم. Transfer between one and two of fair value hierarchy يعني لو كنت بتعتمد على واحد او اثنين من وقت الى اخر فلازم تقول لي ليه اعتمدت على ده وليه اعتمدت على ده. Information about non-financial assets measured at fair value as amount that differ from assets highest and best use. يعني لو في حاجة non-financial assets ما هياش اصل مالي بس مثبتة في fair value برضه فلازم تقول لي انت جبت لها الفير فاليو ازاي خصوصا لما تكونش جايبها من سعر السوق اي اصول اخرى. البروبر هيراركي الهيراركي اللي انت استخدمته كان شكله ايه في كل ايتم. اوكي كده يبقى ايه ده خلص. حلو الكلام.